الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وعلى رسل الله أجمعين. بداية أتوجه بكل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات وأسرة الجامعة على هذه الدعوة الكريمة التي نسعد من خلالها أن نكون معكم في هذه اللحظات، وعلى فكرة إقامة الندوة من أصله. ودائما أؤكد أن التعليم اللاصفي أو التثقيف العام في الجامعات هو جانب من أهم الجوانب في بناء الشخصية، وأنه ليس عبئا ولا حملا على العملية التعليمية، بل هو في صميم العملية التعليمية. فكلما أتيح للجامعة أن تقيم عددا من الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات العامة حول التثقيف العام، كانت تسهم بقوة في بناء شخصية وطنية سوية. أما موضوع الندوة وهو مواجهة الفساد، فهو أحد الأركان الأربعة التي لا يمكن أن يبنى أي نظام حكم رشيد إلا عليها. ويسعدنا إن شاء الله مع السيد رئيس الجامعة في مجموعة كتب يمكن أن تكون في مكتبة الكليات للسادة أساتذة حول ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، فيها مبحث عن نظام الحكم. ونؤكد أن أي حكم رشيد يقوم على عدة ركائز، أولها إقامة العدل بمفهومه الشامل، ثانيها من أهم الركائز التي لا يمكن أن تبنى أي دولة إلا عليها، مواجهة الفساد. الركيزة الثالثة حرية المعتقد وحرية إقامة الشعائر، من باب قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الجانب الرابع العمل على قضاء حوائج الناس، وقلنا في الجانب الأول العدل دون استثناءات، وفي الجانب الثاني مواجهة الفساد دون استثناءات، وفي الجانب الثالث حرية المعتقد دون استثناءات. أما في الرابعة فقلنا العمل على قضاء حوائج الناس، لأن ذلك يتعلق بالإمكانات المتاحة لكل دولة، فالمهم أن تستغل الموارد المتاحة أفضل استغلال وعلى وجهها الأمثل. قضية الإصلاح وقضية مواجهة الفساد قضية دينية، قضية وطنية، قضية إنسانية من كل الجوانب. ويقول حق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول سبحانه: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والحقيقة في إيجاز ركائز مواجهة الفساد، عندما تكون هناك إرادة سياسية ووطنية، وأظن أن أي متابع منصف يدرك أن الدولة المصرية في عصرنا الحاضر وفي ظل قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأخذ بكل الجوانب التي أشارنا إليها في تحقيق
في العمل على أقصى درجات تحقيق العدل، تقوم الجهات الرقابية في إطار السياسة العامة للدولة بمواجهة غير مسبوقة في تاريخنا الحديث لقضايا الفساد والمفسدين، مما يجعلنا نوجه الشكر إلى كل الجهات الرقابية التي تؤدي دورا وطنيا كبيرا في مواجهة الفساد. وأيضا هناك حرية معتقد ربما لم نشهدها على الأقل في العقود الماضية بهذه الدرجة، وكما أشار الأخ الأستاذ وليد إلى مؤتمر جنيف، وكنا في مقر الأمم المتحدة وصار جدل بين بعض المتحدثين، وأكدنا أن الدولة المصرية تعد أنموذجا فريدا ومتميزا في تحقيق مفهوم المواطنة المتكافئة، وقلنا إننا في مصر تجاوزنا دولة الأغلبية والأقلية إلى دولة المواطنة المتكافئة، حتى أن فكرة الأقلية، مجرد فكرة الأقلية، توحي بالتصنيف غير المطلوب، فهذا مواطن مصري وذاك مواطن مصري. وقلنا إن عقد المواطنة هو الحل في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وقلنا في قلب جنيف إن كل مواطن يعيش هنا على أرض سويسرا بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو جنسياته الأصلية يجب أن يكون ولاؤه للوطن الذي يعيش فيه، وهكذا الحال من يعيش في ألمانيا أو فرنسا أو مصر أو المغرب، وكفانا ما اتخذته بعض الدول المتاجرة بالدين من حروب بالوكالة من خلال تحريك جماعات وميليشيات تابعة لها داخل دول أخرى، فأصبحت بعض الدول تدير حروبا داخل دول أخرى نتيجة لعدم ترسيخ وتأصيل الولاء والانتماء الوطني. العنصر الرابع وهو العمل على قضاء حوائج الناس، وأيضا ما أشار إليه الأستاذ وليد، ما تشهده الدولة المصرية من عمل في البنية التحتية، في الطرق والكهرباء والغاز والمدن الجديدة، وفي كل جوانب ما يشهد به العالم والمؤسسات الدولية من نهضة كبرى إن شاء الله في القريب العاجل تظهر ثمارها أكثر وأكثر، وبعد مرحلة الزرع تأتي مرحلة الحصاد بإذن الله تعالى. في موضوعنا هنركز على إذا أردنا أن نواجه الفساد مواجهة شاملة، فهذا يقوم على ثلاثة أسس. أولها سيادة القانون على الجميع وبلا أي استثناء. وللأسف الشديد عندما يأتي مفهوم الحاكم العادل أو مفهوم العدالة، فبعض الناس ينظر نظرة فوقية فقط ويظن أن تحقيق العدل هو مسؤولية رئيس الدولة وحده أو الحكومة وحدها، وهنا نؤكد أن العدل مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن مفهوم الإمام العادل صحيح وإن انصرف في الأصل على السلطة العليا للدولة، إلا أن كل واحد في موقعه، الوزير في موقعه والمحافظ في موقعه ورئيس مجلس المدينة في موقعه ورئيس الجامعة في موقعه وعميد الكلية في موقعه ورئيس القسم في موقعه ومدير المستشفى في موقعه ومدير المدرسة في موقعه، كل من تولى مسؤولية على مجموعة من الناس وجب عليه أن يعدل بينهم عدلا تاما. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي أمر عشرات من الناس، مسكتها 10 أساتذة في قسم، 10 أطباء في مستشفى، 10 طلاب في فصل إذا كان معلما، من ولي أمر عشرات من الناس جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه بره أي فكه العدل أو بقه إثمه. إذن فمش كل واحد يقول عايزين نحقق العدل
وفكر ان العدل ده يتحقق كده ينزل ملك من السماء يحققه للناس وهي قاعدة. العدل على كل المستويات. وعندما وهنا ان وجدت مسؤولا عادلا على اي مستوى كما قلت، لا فقط لا نبحث لا نسأل عن رئيس الدولة فقط، مديرا للمدرسة للمستشفى للجامعة للقسم، وجب عليك شرعا ان تقف الى جانبه وان تسانده. ودي فرصة بقى معانا الصديق العزيز استاذ نشأت. بعض الناس جت فترة كده كأني من صار مسؤولا في اي اتجاه ايا كان، اي حد تولى مسؤولية رئيس قرية رئيس مدينة، فقط كأن الاصل انه يهاجم، وانه ان قصر يحاسب وان احسن يحاسب. ويقول لك بص انا بقى ما بحبش اتقرب للمسؤولين، يقول رئيس الجامعة راجل محترم او عميد الكلية، يقول لك بص بقى انا ما بحبش النفاق، وكأن كلمة الحق اصبحت نفاق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان من اجلال الله عز وجل، من تعظيم الله، ان من اجلال الله عز وجل اكرام ذي الشيبة المسلم سني الكبير وحامل القرآن غير الغالي فيه، واكرام عد كلمة اكرام ذي السلطان المقسط الحاكم العادل. وبقول كلمة الحاكم في كل حتة، محافظ وزير عميد طبيب، وانت لو انت في المستشفى او في كلية وعندك عميد محترم بيتقي الله وعايز يصلح وانت لم تسانده، اذا لم تساند المسؤول العادل ربما ابتليت بمسؤول ظالم يزيقك سوء العذاب. ما هو انت ما ساندتش اهل الحق، يبقى هتضعف اهل الحق هيأتيك اهل الايه الباطل. فيجب ان نعدل الثقافة. انا دايما اقول ايه الفرق بين النقد الموضوعي والنقد غير الموضوعي؟ النقد غير الموضوعي يتبنى المهاجمة لمن احسن ومن اساء، هو يتقوت على هدم الاخرين. اما النقد الموضوعي، النقد ليس معناه الهدم، خد بالك في فرق بين النقد بالدال والنقد بالضاد. النقد معناه الهدم، الانقاض، نقض الحكم الاول الغاه. انما النقد هو التمييز بين الجيد والرديء، والنقد يشمل الاستحسان كما يشمل الاستهجان. فكما تقول لمن اساء بالادب اساء، وجب عليك ان تقول لمن احسن احسنت، حتى تشجع النماذج العادلة على كل المستويات، ولا تستحي من قولة الحق ولا بما يقول الناس عليك. فكما ينسب لرابعة العدوية، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين يا باب، اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. كلمة الحق تقتضي ان تواجه الفساد من جهة، وان تقف الى جانب المسؤول العادل على اي مستوى من جهة اخرى. وهنا لابد من تطبيق القانون وبلا اي استثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اهلك من كانوا قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. والحقيقة ويقول حافظ في سيدنا عمر بن الخطاب، يقول له كم خفت في الله، كم خفت في الله، اي خفت من الله، كم خفت في الله مضعوفا اي ضعيفا، كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم اخفت قويا ينثني تيها. كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم اخفت قويا ينثني تيها، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته عند الخصومة والفاروق قاضيها، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته عند الخصومة والفاروق قاضيها، ولا القوي قويا رغم عزته وان تخاصم واليها وراعيها.
فمن يبايع أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. وقد قالوا إن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، قوة الردع بالقانون، فهذا جانب. الجانب الثاني الضوابط الحاكمة. والحقيقة في مرحلة بناء الدولة الحديثة نهيب بكل المؤسسات، بكل المؤسسات أن تعيد اللوائح الداخلية، لأن بعض اللوائح الشريحة للقوانين وضعت في ظروف بأهواء معينة، وكان بعضها كما قلت كان بعضها في الفترات السابقة يقولون يعني مطاطا أو متأرجحا كزيل الثعبان عن قصد لا تمسك منه، يعني وضعت بعض اللوائح سلطة تقديرية. أنا أذكر الحقيقة وكان في بعض النقاط يقول لك طبقا للسوابق وللسلطة التقديرية، وقد قالوا هذه السلطات التقديرية المفتوحة باب من أبواب الفساد، فلا بد أن نعود إلى قضايا الحوكمة وتضييق مساحات السلطات التقديرية، ويكون القانون هو الضابط، فنظم الحوكمة وإعادة صياغة اللوائح الداخلية بما يمنع المساحات الفضفاضة أو المناطق الرمادية بقوانين تتسم بالدقة والحوكمة والشفافية لتحقيق أعلى درجات النزاهة. فالعنصر الأول القانون، العنصر الثاني الحوكمة بإعادة صياغة جميع اللوائح القديمة وتدقيقها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة. العنصر الثالث وهو الأهم إيقاظ الضمائر، سواء كان الضمير الديني أم الضمير الوطني أم الضمير الإنساني، لأنهم قد قالوا من الصعب بل ربما كان من المستبعد أو المستحيل أن نجعل أو نخصص لكل إنسان شرطيا يحرسه أو مراقبا يراقبه، ولكن من السهل أن نربي في كل إنسان ضميرا حيا ينبض بالحق ويدفع إليه عاقبناه أو لم نعاقبه، لأنه يعاقب من لا تأخذه سنة ولا نوم. فمثلا بعض الناس يردعها القانون أكثر من الضمير، وبعض الناس يردعها الضمير أكثر من القانون، فيجب ألا يكتفى بأحدهما عن الآخر. بعض الناس يخشى من السجن ومن العقوبة ومن القوانين الحاكمة ومن الجهات الرقابية ربما أكثر من خوفه من الآخر، لأن كل ما يشغله هو فضيحة الدنيا أو التأثر. فكلما كانت القوانين حاكمة وقوية ومسيطرة كلما ردعت فئة كبيرة من المفسدين. لكن هناك أناس إن لم يكن هناك الضمير الداخلي ربما بعض الناس يجيدون تستيف أو ملء الأوراق أو ترتيبها كما يقولون واحترفوا في ذلك، فتقول له أنت إذا نجوت من عقوبة الدنيا فأعلم أن هناك أمرين: الأول أن المال الحرام دمار لصاحبه، جمع الحرام إلى الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعثره فأخذه في طريقه، فإذا غضب الله على إنسان أتاه الحرام، فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه، لأنه يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول سبحانه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، عنده الدنيا جت، بس يجي في لحظة الانتقام الإلهي يجي إمتى؟
ما هو لو جاله هو شباب يمكن يعوض، وأصابه الكبر عجز ما يقدرش، يعني اللي يضيع منه مش هيقدر يرجعه. يقول لك أولاده وله ذرية ضعفاء، يعني كل اللي جمعه في لحظة الضعف وأولاد لا يصلحون. ماذا قال القرآن؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يجي لك بقى والعياذ بالله، يمكن الإنسان أن يأتي في مرض، وما أكثر الأمراض. ولو إن الإنسان الآن علم أنه سيبتلى بأي من الأمراض، أو في ولده أو بفساد حياته، ثم هناك أمر، حتى لو بقي له المال وبقي له الولد وبقي له كل شيء، رب العزة يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يمكن لإنسان أن يكون سعيدا بالمال الحرام، ولا تتحقق له السعادة، وإن تحققت للحظات فصرعان ما تنتقل إلى هم وغم. ومن أعرض عن ذكري، فإن ذكري إنك تتفق، معنى ذكري إيه؟ مش فقط الذكر باللسان أو مفهوم حلقات الذكر، لا، كل عمل أنت قدام ربنا قدام عينيك قبل ما تاخد حرام، عن تذكري كل عمل تذكر فيه الله وعينك على ربنا. لو غفلت عن دي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في المقابل بقى، عندما تتقي الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. احنا نحن نعلم أن الملائكة لا تتنزل إلا على الأنبياء، الملائكة تنزل على الأنبياء، فده ربنا بيقول على البشر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. كيف ومتى؟ قال أهل العلم تتنزل الملائكة على عباد الله المتقين المؤمنين الصالحين. إمتى؟ في أصعب لحظة، لحظة الاحترار، لحظة الموت، سكرات الموت، تقول له يا عبد لا تخف يا عبد الله ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد. نحن شوف مين بقى، مين اللي هيتولاك؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أليس الله بكاف عبده؟ إذا كان الله معك وكنت معه فلا عليك بمن عليك ومن معك. إذا كان الله وليك فمما تخاف في أمر دينك أو دنياك؟ أبناؤك إلى الله وأمرك إلى الله، أنت بين أمرين، إما أن يكون يختار جانب الفساد والإفساد فيقع في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا، وإما الآخر. ومن هنا وليس لك في هذا ولا ذاك إلا ما كتب لك. احنا بناخد الأحاديث والآيات، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. رفعت الأقلام وجفت الصحف ولكنكم تستعجلون. إذن الضمير الديني ده دور المؤسسات الدينية، الضمير الوطني، الضمير الإنساني. إذن لدينا ثلاثة ركائز، الركيزة الأولى كما قلنا القانون، الركيزة الثانية الحوكمة، الركيزة الثالثة إيقاظ الضمائر. الأمر الأهم المراقبة. في مبادئ الإدارة يقولون الثقة لا تعني عدم المتابعة. كوني أنا رئيس جامعة بثق في العملاء، أو عميد بثق في رئيس القسم، أو مدير إدارة صحية بثق في مدير مستشفى، مش معناه أن مفيش تفتيش ومفيش متابعة. لا،
هنا الإضاءة، الثقة لا تعني عدم المتابعة، والمتابعة لا تعني الشك في أحد. لذا دور الأجهزة الرقابية، ولذلك حتى الآن وطبعا هتستمعوا لهذا، أصبحت الدولة كمان بتتجه أكثر إلى الرقابة المانعة أكثر من الرقابة اللاحقة، لأن الهدف ليس الانتقام من الناس، وإنما الهدف الإصلاح، الصلاح والإصلاح. في حتى لا أطيل نقاط سريعة، أولها أن الموت إهمالا كالموت إرهابا فكلاهما موت على كل حال، وضياع المال إهمالا كضياع المال إفسادا على كل حال. بمعنى من أهمل في عمله، الإنسان إذا تجاوز السرعة أو خالف قواعد المرور ونتيجة هذه المخالفة قتل إنسانا أو إنسان مسؤول مثلا عن المرافق العامة، طاق بلاعة إهمالا فوقع إنسان فمات، أو طاق سلك كهرباء فلمسه إنسان فمات، في النهاية نفس أزهقت. فما يترتب على الإهمال هو نفس النتيجة التي تترتب على الإرهاب من ضياع الأنفس أو الأموال. ولو إن إنسان فجر مبنى خالي ضيع أموال، لو إن الإنسان التاني طاق المكان فاحتاق ضيع الأموال. فبنقول الموت إهمالا كالموت إرهابا، وضياع المال إهمالا كضياع المال اختلاسا، في النهاية مال ضاع على الدولة والمال العام. ولذلك هنا يجب أيضا أن نواجه الإهمال كما نواجه الاختلاس ونواجه الجوانب الأخرى التي تضيع المال. هختم بنقطتين، نقطة خاصة ونقطة عامة. النقطة العامة وهي الأهم، ودي قضيتنا في الندوة، التحول من السلبية أو الحياد إلى الإيجابية. والحقيقة بنأكد، ويمكن مع الأستاذ نشأة الحياة الإعلامي الكبير أكثر من مرة اتكلمنا في قضايا وطنية، الحياد مع قضايا الوطن الكبرى خيانة. ما ينفعش مع قضايا الوطن تقول أنا ماليش دعوة، تبقى شايف واحد بيجهز لعملية إرهابية وتقول والله أنا ماليش دعوة، تشوف واحد بيسرق وتقول أنا ماليش دعوة، واحد بيفسد. الحياد في قضايا الوطن الكبرى خيانة الوطن، يجب أن تكون إيجابيا. وقلنا إذا وجدت إنسانا إرهابيا أو يعد الأعمال إرهابية وجب عليك أن تبلغ الجهات المختصة. إذا وجدت اختلاسا أو سرقة أو فسادا من أي شيء، الحد الأدنى أن تبلغ جهات الاختصاص بأمانة ودون مبالغة وبشرط التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا، لا أن تسرع في اتهام الناس بلا دليل ولا بينة وبمجرد قال فلان وقال لا. عندما تتأكد وتتيقن وجب عليك ألا تكون سلبيا. وهنا نذكر نصا قرآنيا هاما يقول الحق سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما حرم على اليهود الصيد يوم السبت كانوا يأخذون بعض الحيل للاصطياد في يوم الايه السبت، وانقسم الناس إلى فريقين. فريق قال لا نحن نلتزم بتعاليم الله ولا نخالف أمر الله، وفريق خالف أمر الله، وفريق وقف إيه سلبي. وفي ناس نصحوا فقال إيه سبحانه وتعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ويقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا مين؟ ما أنجاش المحايدين، أنجى فريق واحد فقط، الإيجابيين مش السلبيين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الذين ظلموا؟ اللي عملوا المخالفة واللي سكتوا ما اتكلموش، الاتنين اتحطوا في خانة واحدة.
خلي بالك، فأنجينا مين؟ نص قرآني، فأنجينا الذين ينهون عن السوء، دول اللي هم قالوا ما تعملوش خطأ ونهوا عن الخطأ وكانوا إيجابيين. لكن الفايقين المخطئ واللي سكت على الإيه؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أهل التفسير جميعا على أن الذين ظلموا هم الذين خاضوا في المخالفة والذين سكتوا وكانوا سلبيين ولم يتحركوا. وفي الحديث أن الله عز وجل أمر ملكا بالخسف بقرية فقال يا رب إن فيها فلانا الصالح، صالح ده خد الصلاح بتاعه بتاع العبادات بس والصوم من الجانب الشخصي، قال ابدأوا به. ليه؟ قال رأى المنكر ولم يتغير وجهه لأجله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، جماعة مع بعض في سفينة واحدة، السفينة أدوار، ناس فوق وناس تحت، فالجماعة اللي في أسفل السفينة كلما طلبوا الماء لابد ان يصعد السطح ويملأ وينزل، قالوا احنا تعبنا من الطلوع والنزول، نعمل ايه؟ نعمل ثقب عندنا تحت في الدور بتاعنا وناخد المية. قال ايه؟ قالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، احنا حاضرين في الدور بتاعنا، فلو تركوهم وما ارادوا لهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا جميعا. فلا نجاة الا بالتحول من السلبية الى الايجابية. فالايجابية مطلب شرعي ومطلب وطني ومطلب انساني لكل حر نبيل شريف. النقطة الاخيرة حقيقة، بما ان احنا بنقول واحنا بنتكلم عن التعليم والثقافة وفي ظل اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس والدولة المصرية بالتعليم، احنا الاصلاح ذو ابعاد متعددة، ودايما بنقول ان الفساد الاداري لا يقل ابدا عن الفساد المالي، الفساد المالي احد جوانب الفساد والفساد الاداري ليس شرطا ان يكون الانسان مرتشيا، يكفي ان يكون مجاملا ويكفي ان لا يكون دقيقا ويكفي انه لا يضع من الضوابط ما يضمن العدالة ويحققها بين الجميع. في قضايا التعليم من اهم نظم العدالة حوكمة نظم الامتحانات والدقة في الامتحانات. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا او من غشنا فليس منا، فهذا ليس قصرا فقط على البيع والشراء والتجارة والسلع، الغش بمطلقه. وربما ظهرت الغش في التعليم من أكثر طرق الفساد التي تؤدي إلى ضعف الشخصية وعدم اكتمالها. هنا بقى كل من حاول أن يغش سواء كان طالبا أخذ بلا حق، كما أخذ المال بدون حق، أخذ الشهادة بدون حق ولن يبارك له فيها. كل من مش فقط سهل، ده كل من غدى الطرف ولم يؤدي ولم يضع نظم الحوكمة. الأمر الأهم الحقيقة، وأنا ده محتاج نقاط، دائما الدراسات العليا تحتاج في الجميع الى اعادة نظر في بناء الشخصية. لماذا؟ احيانا للأسف الشديد نجد بعض طبعا لا شك هناك نوابغ واعلام في كل علم، لكن نجد بعض الحاصلين على الدكتوراه ربما ليس على قدر هذا الدرجة عالم او العالمية، وربما تجد انسانا يحصل على دكتوراه في التاريخ الحديث تسأله في التاريخ الاندلسي في دولة الموحدين في ملوك الطوائف في الدولة الاموية في دولة يعني حمدان، يقول لك انا دارس تاريخ حديث. وربما يحصل على الدكتوراه مثلا في التفسير يأخذ الماجستير مثلا في سورة الانعام والدكتوراه في سورة الاعراف، فاذا سألته في تفسير سورة النحل لا يجيب. الحقيقة يجب ان يكون احنا نتحول من قياس، حتى ده تدريجيا وعلى الاقل نبدأ بالدراسات العليا، من قياس مستوى الالمان بمناهج معينة الى مستوى ثقافي عام، وده اللي احنا بفضل الله عملناه في قياس مستوى الائمة وبرامجنا التدريبية، وكل الامتحانات موجودة وبنبص بعضها على الموقع، لا تهدف الى قياس حفظ وانما تهدف الى قياس مستوى. من يحصل على الدكتوراه في التاريخ
يبقى عنده حد أدنى من الإلمام بالتاريخ العام. وأنا بقترح واقترح تبقى فيه لجان خماسية للماجستير ولجان سباعية للدكتوراه تشكل بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات، تبقى الرسالة مكون، لكن الأهم يجي الباحث نطمئن أنه عندما يدرس التاريخ سيملأ مكانه وسيكون أستاذا بحق في تخصصه، وهكذا في التفسير وهكذا في الفقه وهكذا في الطب. ونتحول من قياس مناهج تحفظ في الدراسات العليا أو رسالة كمكون والمناقشة في جزئية. بعض الأساتذة وحدث أمامي عندما يسأل خارج الرسالة يرد عليه المشرف يقول له خلينا في الإيه؟ في الرسالة، مع إن الطبيعي إن يكون في مدى كونه مؤهلا لأن يقف على منصة الأستاذ الجامعي. وبالمناسبة وإحنا هنا في جامعة السادات بنأكد نقطة بختم بيها، وكان القارئ اتكلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. قضية العلم بعض الناس كان يقصرها أو يقصر فهم العلم النافع على العلوم الشرعية. من سلك طريقا يلتمس فيه علما يقول لك يفصلها كده، ولو ضمنا العلم الديني يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، العلم الديني انما يخشى الله من عباد العلماء اسالوا اهل الذكر اهل الدين. كل ما جاء في العلم، كل ما جاء في شأن العلم في القرآن والسنة ما لم يخصص وهي احاديث قليلة جاء مطلقا في عموم العلم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، اي علم؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، كل علم. اسالوا اهل فاسالوا اهل الذكر اهل الاختصاص، نسال اهل الطب في الطب، اهل الصيدله في الصيدله، اهل الهندسه في الهندسه. ده مفهوم الايه. طيب ايهما افضل؟ وبنأكد هنا ونحن هنا في قلب جامعه مدنيه ان ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، وثواب تعلم الهندسة أو الصيدلة أو الفيزياء لا يقل عن ثواب تعلم التفسير أو التاريخ. القضية أنت نيتك فين؟ أنا في بعض المدرسين كنت في إحدى الدول تدخل مدرس الفيزياء يقلبها دين، ومدرس الكيمياء يشرح دين، ومدرس الرياضة يشرح دين. قلت له أنت عايز تطلع جيل متخلف، معذرة علمي متخلف علميا عشان تبقى الكلام منضبط، علميا انت ادي له حصته. عايز تخدم دينك انت استاذ كيمياء، علم لي الولد الكيمياء، وانت استاذ فيزياء علم لي الولد الفيزياء، وانت استاذ احياء علم الولد، وعندك استاذ دين ومحاضرات دينيه تعلم الدين. لكن لو كلنا سيبنا تخصصاتنا، العقد شريعه المتعاقدين، انت تعاقدت مع الدوله ومع الجامعه ومع المجتمع على ان تعلم الناس الكيمياء او الرياضه او الفيزياء. الدين له مجاله وله اختصاصه، وهذا انك تطلع نوابغ في الطب او في الصيدلة او في الهندسة. طيب ايهما افضل؟ اي العامل افضل؟ ما يحتاج اليه المجتمع. المجتمع لو كان فيه كفاية من علماء الدين وفي حاجة الى اطباء يبقى الطب مقدم، في حاجة الى مهندسين هندسة مقدمة، في حاجة الى علماء الدين يبقى العلم الديني مقدم. العبرة بما يحقق كفاية المجتمع. وعندما قال الحق سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هناك طائفة تتفقه في الدين والباقون مجموعة في الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والتعدين. هذا يجب أن نصح هذه المفاهيم. والحقيقة الجامعات معقد الأمل على أن نتحول من التعلم للشهادة أو من التعليم للشهادة الى التعليم للتعليم، ومن قياس مستوى المناهج الى قياس مستوى العلم، وشتان بين الطريقتين بين قياس مستوى التعلم وقياس مستوى حفظ منهج محدد. صحيح المناهج قياس، لكن حوكمة منظومة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين ابنائنا سواء في التعيين معيدين او في الترقيات او في كل هذا جزء من مواجهة الفساد الاداري. إذن دور المؤسسات التربوية والدينية والدعوية مزدوج. إذا كان واجب المجتمعات اتجاه واحد، واجب المجتمعات في اتجاه واحد وهو مواجهة الفساد بتحقيق العدل، دور المؤسسات التربوية والجامعية والثقافية والإعلامية والدينية مزدوج. مزدوج ليه؟ عندهم جزء
يتعلق بعملية التوعية وهي الخطب والدروس والندوات والجامعة كذلك. ولكن الأهم، لن يصدق الناس الكاذب ولو خطب فيهم 1000 خطبة عن الصدق، ولن يأتمن الخائن ولو خطب فيهم 1000 خطبة عن الأمانة. وإنما قالوا حال رجل في 1000 خير من كلام 1000 برجل. ما لم تبدأ مؤسسات التوعية بحوكمة أنفسها ومواجهة أي اختلال إداري أو مالي داخلها، لن تنجح في قيادة المجتمع. ولذا العبء هون على المؤسسات الدينية والثقافية والتوعوية أكبر، لأنها يجب أن تبدأ بأنفسها في أعلى نظم الحوكمة والشفافية، بحيث كمان نقدر نقول هذا أنموذج. والحقيقة الحقيقة الكمال لله وحده، الكمال لله وحده، والعصمة لأنبيائه ورسله، وكل إنسان يخطئ ويصيب، لكن في قدر الاستطاعة نستطيع أن نقول وباطمئنان على مدار 6 سنوات، هي مدة قيادة ورئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بقول لكم أهو إحنا في وزارة الأوقاف، اللي عنده حالة واحدة، حالة واحدة لإمام أو عامل اتعين خارج القوانين، اللي عنده حالة واحدة وأنتوا في المجتمع، لإمام أو عامل اتعين أو خد منصب قيادي أو سافر بره، يطلعوا. لأن اجتهدنا أن نضع نظاما يعني الحوكمة، ومعاكم المشايخ، بعد كل الدورات الامتحانية، احنا بنعمل امتحانات تبدأ من القاعدة، ثم بعد ذلك يجي امتحان بلجان متعددة، ثم لجنة موحدة زي اللي قلت عليها، ثم ان في الوظائف العليا في كل من يسافر للخارج ليمثل وزارة الأوقاف، او من يتولى اي وظيفة قيادية، من مفتش فمدير إدارة، بعد كل اللجان اجتهد ان اقابلهم واحدا واحدا لأطمئن من صلاحيته وسماته الشخصية، واعمل اختبار على ما قامت به لجان، ويلا بقى نطلع واحد غلط على اي مستوى. فلا بد ان ننزل الى ارض الواقع، وان يعنى كبار المسؤولين بالتفاصيل، ولا يعتمد فقط على ما يرفع اليه من تقارير، ينزل الى ارض الواقع ويعمل، ولجنة خلف لجنة ومراقب خلف مراقب، لان الميراث كان في الخلل الاداري كان كبيرا في المراحل السابقة، والنهوض به يحتاج إلى جهود غير عادية وغير تقليدية، حتى نعطي النموذج من المؤسسات الدينية والمؤسسات التعليمية والتثقيفية. أنا حقيقة سعدت أن أكون بينكم، والحقيقة أنا متأكد أن هذه الندوة ندوة إن شاء الله كبيرة ومسمرة بقامتها والمحاضرين، وكان والله يسعدني أن أكمل اليوم معكم وأستمع إلى سيادة اللواء عاصم والاخ العزيز نشأت الدين الاعلامي الكبير وكل المتحدثين، واسمع المناقشات، ولكن ظروفنا في ارتباطات العمل ايضا والجوانب الاداريه ومتابعتها تحتم علينا العوده لقضاء بعض الالتزامات في الوزاره اليوم. وبالمناسبه معاكم الناس، احنا فريق العمل معانا النهارده، رغم ان السبت بتبقى عطله رسميه، كل قيادات الوزاره بحب وبموده، والعمل إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم. مرة أخرى بشكر السيد رئيس الجامعة وقيادة الجامعة على دعوتي وعلى هذه الندوة، وبنتمنى لكم كل التوفيق.